بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع النص الإثرائي جحا وحميره العشرة. جحا وحميره العشرة. ذهب جحا إلى السوق واشترى 10 حمير. ركب جحا واحدا منها وساق بقية الحمير أمامه. وفي الطريق عد جحا الحمير التي أمامه فوجدها 9. نزل عن الحمار وعدها مرة ثانية فوجدها 10 حمير. فقال جحا: أمشي وأكسب حمارا أفضل لي من أن أركب وأخسر حمارا. أين ذهب جحا؟ ذهب جحا إلى السوق. ذهب جحا إلى السوق. أكبر لكم الخط شوية. كمان شوي. معلش اعملها تاني. ذهب إلى السوق. كم حمارا اشترى؟ اشترى 10 حمير. كم حمار كان أمام جحا وهو راكب؟ كان أمامه 9 حمير. ماذا قال جحا بعد أن عد الحمير؟ قال: أمشي وأكسب حمارا خيرا لي من أن أركب وأخسر حمارا. يعني يركب بيخسر واحد، لا يمشي أحسن. قال: أمشي وأكسب حمارا خيرا لي من أن أركب وأخسر حمارا. أكسب ضد أخسر، أكسب ضد أخسر. تمام، نكمل. لماذا وجد جحا، نمسح دي بس كده، لماذا وجد جحا الحمير 9؟ لأنه لم يعد الحمار الذي يركبه، معدوش. مما نصف جحا؟ نصف جحا الغباء، ليس ذكي. لو كنا مكان جحا لنشك في عدد الحمير. لا، لماذا؟ لابد أن نعد الحمار الذي نركبه حتى لا نشك، وهكذا نكون قد انتهينا من هذا النص. لا تنسونا من الدعاء والاشتراك واللايك وتفعيل القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.